يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا إمام المتقين، السلام عليك يا مولاي يا سيد الوصين، السلام عليك يا آية الله العظمى والنبأ العظيم، السلام عليك يا باب النجاة، السلام عليك يا حلال المشكلة، السلام عليك يا مولاي يا قاضي الحاجات، السلام على ميزان الأعمال، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على مكلم الثعبان على منبر الكوفة، السلام على من ردت له الشمس فقضى ما فاته من الصلاة، السلام عليك يا ابن عم الرسول، السلام عليك يا زوج البتول فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على من حزن على شهادته جبريل الأمين، نودي تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل أمير المؤمنين، قتل وصي النبي المصطفى، قتل مولانا علي المرتضى، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، ويا من استشهدت في سبيل الله في هذا المحراب الشريف قائلا عند وقوع الضربة بالأوان، فزت ورب الكعبة إنا لله وإنا يا أمير المؤمنين، يا شفيع المذنبين، يا شفيعا لنا أنت حق اليقين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، لا فتى بالأوان، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذي الفقار، الله سترى القبيح يوما لم يأخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم العار يا حسن التجاوز يا واسع
واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الفار، يا عظيم الرجاء، يا سيدي صل على محمد وآل محمد، وافعل ما أنت أهله يا كريم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالمون على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع ولده ولا مولود هو جازي عن والده شيء، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يلي. وأسألك الأمان يوم يرد المجرمين لو يفتدي بالعذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه المال وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي أنت المعطي والسائل،
وهل يرحم سائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الثانية إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائد، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. وهل يرحم المبتلى إلا المعاصي. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا بالأوار. دو كلمة باقي إن شاء الله شفاعة أميرة المؤمنين. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي
السلام على فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على زينب ورقية وعاتق وصفية وأم كلثوم، السلام على النساء المسبية، السلام على النساء العلوية،
قضاء حاجة شفاء مريض بحق زينب. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض لحاجتي يا الله. يا من لا يخيب سائله ولا ينفذ نائله يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين والسماوات يا كاشف الكربات يا واسع العطيات بحق زينب وأهل زينب فرج عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. سارے دربار آئی ہے لیٹی حسین کی سارے دربار آئی ہے معصوم خوبرے ہوئے رخ سارے بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا أبا القاسم يا إمام الرحمة إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين أيدي حاجاتنا يا وجيها عند الله رفاقنا عند الله يا وجيها عند الله رفاقنا عند الله يا وجيها يا أمير المؤمنين يا
يا علي الذي خالق يا مولا يا باطنة الضراب يا قرة عين الرسول يا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن بن علي المجتبى يا مولاي يا سيد الشهداء يا ثار الله وابن ذلك والمثل المنصور يا حسين الشهيد يا مولاي يا زين العابدين يا سيد يا مولاي يا محمد الباقر باقر علوم الأولين والآخرين يا مولاي يا شعب الصادر صادق القول البار الأمين يا أيها القائم المهدي المنتظر ابن رسول الله يحجب الله على قلبه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين Ah!
Yeah.
بلاد.